مساء الخير. ما هو الأثر الذي تركته ألف ليلة وليلة في الحضارة الغربية؟ وهل يمكن تنميط حضارة بأكملها عبر نص أدبي؟ كيف ينبغي لنا قراءة ألف ليلة وليلة؟ أسئلة نطرحها في الجزء الثاني من هذا الحوار مع الأكاديمي والناقد الأدبي محسن جاسم الموسوي. أهلا بكم. محسن جاسم الموسوي أكاديمي وناقد أدبي وثقافي، يعمل أستاذاً للدراسات العربية والمقارنة في جامعة كولومبيا نيويورك. عمل سابقاً كأستاذ في عدد من الجامعات العربية، منها الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة تونس الأولى. شغل منصب إدارة آفاق عربية والشؤون الثقافية طيلة الثمانينيات في العراق. يرأس منذ 2002 رئاسة تحرير مجلة الأدب العربي، حاصل على جائزة العويس في النقد الأدبي وجائزة الكويت في اللغة العربية وأدبها. له العديد من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية، منها الاستشراق في الفكر العربي مجتمع ألف ليلة وليلة. إذن أرحب بكم وبضيفي الأكاديمي والناقد الأدبي الدكتور محسن جاسم الموسوي في الجزء الثاني من هذا الحوار، وأرحب بك مجددا دكتور محسن. اسمح لي أدخل معك مباشرة في الحوار وأسألك عن رأي للناقد والأكاديمي الراحل إدوارد سعيد، الذي رأى أن كتاب ألف ليلة وليلة لم يترجم حقا، وإنما تمت إعادة صياغته لتشكيل صورة نمطية عن المشرق تتوافق مع أهداف استعمارية. ما رأيك بهذا الرأي أولا؟ طبعا هو الكلام يعني سليم من جانب، يعني أولا الصورة التي، لأن المرحوم إدوارد سعيد كان معنيا بالتمثيلات، يعني كيف تمثل الغرب عموما ما يسمى الشرق، وهذه التمثيلات كانت تستند إلى أشياء بسيطة، مثلا الأسفار والرحلات وما إلى ذلك، وما كتب الإرث الكبير الذي تركته الكنيسة على سبيل المثال، بالإضافة إلى دخول ألف ليلة وليلة. دخول ألف ليلة وليلة ليس سهلا. أولا كما قلنا أنه المخطوطة لم تكن مكتملة التي عثر عليها أنطوان غالان، ولكن مع ذلك دخلت في فترة معينة. هذه الفترة المعينة تميزت بقسوة التناول مع السرد عموما، مع السرد، أي أنه كانت الثقافة الغربية سواء تحدثنا في فرنسا أو في إنجلترا أو ما ذلك، كانت مؤطرة تأطيرا شديدا أخلاقيا أو ساخرا أو تنويريا، فكانت تعنى بهذه المجالات ضمن الفلسفة التي بدأت في القرن السابع عشر وأخذت تسود في أوروبا في عصر التنوير هذا. إذن هناك اتجاه لتقليم الكتابة وتسنين الأدب وتسنين الأسلوب حتى كيف تكتب، ولهذا جرى التركيز على التناسق والترابط وما إلى ذلك والعقلانية، أي استبعاد العاطفة الجارفة هذا. لكن دخلت ألف ليلة وليلة وأربكت هذه الأجواء، لأن الجمهور من القراء، علينا أن نتصور أن جمهور القراء لم يكن عظيما وكبيرا، ولكن يوجد جمهور من القراء في تلك المدن الآخذة بالاتساع، هذا الجمهور استساغ ألف ليلة وليلة لأنها أخذت بعيدا عما ألف أو يألف من قبل. هذا مهم بالنسبة لنا، هذا الذي جرى، مما واضطر عدد كبير من هؤلاء كما أشرت، كما ذكرت لك في كتاب القديم الذي ترجمته بنفسي، الوقوع في دائرة السحر، والذي ظهر عن الأنماء العرب، مركز الأنماء العربي الذي كان يدير المرحوم مطاع صفدي على سبيل المثال، وعدة طبعات في القاهرة وفي بغداد إلى آخره، ذكرت في ذلك الكتاب العدد الكبير من هؤلاء الذين انشغلوا بألف ليلة وليلة وقرأوها، حتى أن أحد الشخصيات المعروفة والمعتبرة جدا في إنجلترا اللورد شافتسبري مثلا كان ينهى بناته عن قراءة ألف ليلة وليلة، ولكن تكتب وحدة في مذكراته أنه في ليلة من الليالي
تسللت هي إلى لترى وفتحت الباب قليلا لترى والدها وقد انهمك في قراءة ألف ليلة وليلة إلى آخر هذا الكلام. ولم يسلم أحد، ولا فولتير الذي كان يسخر من ألف ليلة وليلة وينتقده لم يسلم من ذلك، اعترف في نهاية رواية صادق، اعترف بأن ألف ليلة وليلة هي الأكثر شيوعا من أي كتاب. إذن اضطر عرية القوم، سامويل جونسون، فولتير من أماكن مختلفة، اضطروا إلى قراءة ألف ليلة وليلة، بينما اتهم يعني الأخوة شليغل على سبيل المثال، اتهم أحدهما اتهم جوتا بأنه أصبح شرقيا، أصبح شرقيا بسبب انهماكاته في الشعر القادم من العرب والفول وما إلى ذلك. فلاحظ أصبحت تهمة، تهمة لدى هذه المجموعة من البشر. أما المجتمع بمر أمته، ولنفترض أنها الطبقة الوسطى الأخذة بالتزايد والاتساع، أخذت تنتبه إلى هذه الحكايات وبدأت الحكايات تؤثر. لكن إذا نحن نتحدث عن مجموعة من الاتجاهات المتصارعة، لدرجة أن بعض الناس أقدموا على أخذ حكايات معينة وتجذيبها، ونشروا مثلا في نهاية القرن الثامن عشر كتابا بعنوان جماليات أو حكايات جميلة من ألف ليلة وليلة من بهذا المعنى، أي أنهم جعلوا من هذه الموسوعة في الحكاية، جعلوا منها درسا، يعني أمرا مدرسيا للعائلة وما إلى ذلك. خليني أسألك دكتور محسن في هذا السياق أيضا، اسمح لي أسألك، يعني ما الذي يجعل نصا قصصيا يتحول إلى مصدر لتنمية حضارة بأكملها؟ يعني مثلا لو قرأ أحدنا روايات هوميروس وكأنها وصف للمجتمع اليوناني، لماذا حصل هذا مع نص الليالي تحديدا؟ نص الليالي هو أول النص، تعرف أحدهم يعني أحد الشعراء والنقاد النابهين جدا في بداية القرن التاسع عشر، كتب هو ليهان، كتب شيئا فريدا، أنه هذا التنوع العجيب في ألف ليلة وليلة، في اختيارات الشخوص، في طبيعة الأساليب، في طبيعة الجمع بين أسلوب وآخر، بين ذائقة وأخرى، في داخل كتاب واحد، في من عدة أجزاء مثلا، يعتبر هذا التنوع والتلوين في داخل هذه الحكايات جاء بشيء فريد لم تألفه الكتابة آنذاك، ولهذا استساغ الناس. لاحظ، لكن هذا لا يعني طبعا أن الجميع يؤيدون ليهان، لا طبعا توجد اتجاهات مختلفة. احنا نعرف إذن لابد لنا من تمييز هذه الاتجاهات، هناك من حاول تجذيب ألف ليلة وليلة وإعدادها للعائلة على سبيل المثال وقام بذلك، وهناك لا، من أخذها كما هي وقرأها بالشغف. علينا أن نبتدي بغانان الذي أيضا قام هنا وهناك بالتجذيب، لأنه يعد أنه ليست مفهومة بعض التسلكات في الحكايات إلا إذا وضعت في اللغة أو في إطار أو في مقبولات فرنسية آنذاك، فهي قليلة. صحيح أنا كما أشرت في أحد مثلا المراجع والمقارنات التي أجريت في نهاية هذا الكتاب الجديد، أشرت إلى مختارات من هذه التجذيبات، لم تكن كثيرة جدا ولكنها تناولت مسائل، منها قضية الجنس على سبيل المثال، أنهم قالان لاحظ أن هناك أكثر تمادي أكثر من اللازم في الوصف. نحن نعرف أن عند العرب لم تكن هذه مشكلة، بالمناسبة هذه ولدت لاحقا، يعني تحجيم اللغة لم يكن، أو تنظيف اللغة لم يكن سائدا آنذاك. يعني ابن قتيبة يقول لك ذكر الأعضاء لا تؤثم، ابن قتيبة المحافظ يتكلم بهذه اللغة. إذن هذه مهم بالنسبة. على أي حال نرجع إلى موضوعك عن الغرب،
عن الغرب. إذا توجد اتجاهات مختلفة، ولكن هذه اجتاحتهم لأنها تختلف عن الروايات العظيمة طبعاً هي التي أنتجت في القرن الثامن عشر منتصف، خصوصاً فيلدينغ ريتشاردسون بداية القرن التاسع عشر، جين أوستن إلى آخره، مثيلة في فرنسا، قليل في ألمانيا إلى آخره، صحيح، ولكن ذيك كتابات مملة تعيد تصوير جزء من الواقع بشكل أو بآخر، وبالتالي لا يمكن أن تكون بنفس القوة والدفع والزخم الذي تجيء به ألف ليلة وليلة. هل يمكن أن نتحدث عن نسخة جلان على أنها المستمرة؟ لا، لأنه كل عصر لديه ذائقة أيضا، وهناك فئات طاغية وسائدة. في منتصف القرن التاسع عشر كان أدوارد ويليام لين قد عاد من القاهرة وقرر أن يترجم طبعا أخذ من جلان شوية، أخذ من نسخة بولاق واعتمدها أساسا، وأخذ من نسخ أخرى. هذه النسخ الأخرى التي نتحدث عنها تشكلت بعد الرواج العظيم لغالان، فهي لم تكن مخطوطات قديمة، أغلبها كتبت لاحقا، وبالتالي لأنه لا يوجد لدينا دليل واحد على أنها تعود إلى مخطوطات قديمة. كل هذه توجد هناك إشارات إلى وجود مثلا مخطوطات تركية مبكرة قليلا ها، ولكن لا تعود إلى القرن الخامس عشر أو الرابع عشر أو ما إلى ذلك. اسمح لي أقاطعك دكتور محسن وأسألك عن مسألة فنية عن الترجمة. حينما ترجم نص الليالي إلى الفرنسية كان بعنوان ألف ليلة وليلة، ثم ترجم إلى الإنجليزية بليالي السمر العربية، في رأيك كيف يؤثر اختلاف عنوان الرواية على تلقيها والتعاطي معها وتشكيل الصورة الذهنية عنها؟ يعني أولا عنوان جلان مثل ما يقول بورخس، عدة تعليق جميل، لم يكن عنوان جلان سيئا، أنه ألف ليلة وليلة نقطتين حكايات عربية، نعم كان عظيما. ولهذا هناك العديد الذين سيكررون مثلا حكايات تركية، حكايات فارسية، ويقوم الناشر بنشر أشياء من هذا النوع، عناوين من هذا النوع إلى آخره. عندما في نفس الفترة تقريبا، خلينا نقول سنة فرق بين ظهور جلان بالفرنسية وظهور اللي نسميه غراب ستريت، هو شارع الطباعين والناشرين وما إلى ذلك في لندن، على سبيل هذا المترجم الذي فضل أن يبقي اسمه غفلا، هذا المترجم اختار شيئا صادما وقويا، أنه ليالي سمر عربية. لاحظ اخترق الذي كان سائدا وتجاوز ما كان سائدا، وبالتالي حقق شهرة عظيمة لا يمكن تجاوزها حتى في الثقافات المنافسة للثقافة الإنجليزية بالمناسبة. هذا العنوان، عنوان طري جذاب أيضا، سمر، فيقتر رأسا في الذاكرة بالحكاية شهرزاد وشهريار، سمر تعتبر أسمار، ويقترن أيضا بذائقة الناس للتسلي والاستماع مساء وما إلى ذلك، ويلتقي أيضا بما يكتبه الرحالة عن الأسمار التي شهدوها في الصحراء وفي البوادي وما إلى ذلك بين العرب، الأقوام العربية، أو هذا ما ذكروه رسل وما إلى ذلك من طبيب مشهور آنذاك إلى آخره. إذن هذا شيء، بس ملاحظتي عندما لا، وجرت إعادات لإعادة ترجمة جلان في بداية القرن التاسع عشر إلى آخره، لكن مثلا أدوارد ويليام لين قام بهذا الجيل، ولكن ما هو المهم؟ أنه أدوارد ويليام لين قام بتجذيب مضاعف حتى لبولاق، وبالإضافة إلى هذا التجذيب قام أيضا بوضع هوامش كبيرة جدا تحاول أن تؤسس لمرجعيات معينة لألف ليلة وليلة. إذا ذكر السحر لازم أدوارد ويليام لين يذكر أين ومتى ولماذا إلى آخر الكلام وهكذا، ويذكر بعض الحكايات حول هذا الموضوع. كل موضوع الجن، إذن لابد لأدوارد ويليام لين أن يتحدث عن ذلك إلى آخره.
لكن ما الذي جرى؟ الذي جرى أنه العالم عندما قرأوا ترجمة لين هم الطبقات الوسطى، الطبقات الوسطى الصاعدة اللي هي كانت نشيطة في المجتمعات واللي تكون الذاكرة الاستعمارية. نعم. لأن ذولا يشكلون الوقود الفعلي في الداخل والخارج إلى التوسع والاهتمام، والتوسع لا يجري من جانب واحد. نعم. هو عبارة عن توسع إمبراطوري، هناك فئة مستوردة وهناك فئة مصدرة، مثل شركة الهند الشرقية. نعم. على سبيل لماذا عدد كبير من العاملين من المستشرقين والمستعربين في الهند الشرقية من منتصف القرن الثامن عشر إلى انتهائها قبيل نهاية القرن التاسع عشر على سبيل المثال، كان عدد كبير من هؤلاء معنيين بألف ليلة وليلة وما إلى ذلك. إذن كان هو مشغول بهذه القضية لأنه يسر للإمبراطورية ما عدته آنذاك زادا مهما لمعرفة الشرق. لاحظ، يعني هي خرافة أنه أدوارد ويليام لين الذي سافر وجمع والتقى بالمجالس في القاهرة لمدة 5 سنوات أو ما إلى ذلك، هذا الرجل جاء وأصبح هو البديل لنا، أي أنه البديل للمثقف العربي. صحيح يقول أنه استعنت بفقيه اللغة الفلاني وتعلمت منه وإلى آخره، ولكن كان يتعالى على ذلك على هؤلاء بشكل مهذب. بكلم أخرى، أصبح هو هذا البديل. أدوارد كما تعلم، المرحوم أدوارد سعيد، لم يكن معنيا كما أشر في الكتاب بألف ليلة وليلة، لم هذا اعتناء لاحق، لأنه هو ليس هذا موضوعه، ليس هذا موضوعه، هو معني بأشياء أخرى في تلك التمثلات، ولهذا مر عليها مرورا اعتياديا مع إشارة أنه لم يتحدث عن جلان على أنه مستشرق في الاستشرار، لا، تحدث عنه كمستعرب احترام. شوف التفريق بين المستشرق والمستعرب ميزه عن جماعة أخرى كان يذكرها. هذا بالنسبة لأدوارد. ولذلك أريد أن أسألك دكتور محسن، أنت شخصيا يعني لماذا اهتميت بألف ليلة وليلة؟ يعني البعض ربما يقول، يعني اسمح لي على الكلمة، أنه ربما هذا نوع من أنواع الترف البحثي أو الأكاديمي أو الفكري. والله لا، هو تعرف أنا قبل ما أذهب للدراسة ما كنت معني بألف ليلة وليلة، يعني تعرف أنت عندي قبل الدراسة وقبل، وأنا ما زلت شوية توني بين طالب بين على كذا، وبديت أقدم للدراسات في مختلف الجامعات إلى آخره آنذاك، كنت قد نشرت الرواية العربية، كتاب عن الرواية العربية، صحيح. كتبت عن اتجاهات فكرية مختلفة، كتبت عن الشعر إلى آخر الكلام. ولهذا فوجئ عدد كبير من الناس باهتمامي الجديد. هو اهتمامي شنو؟ اهتمامي خلينا نقول براغماتي ذرائعي بشكل أو بآخر، أي أنني في تلك الأثناء بحاجة إلى إشراف، وهذا الإشراف بودي أن يختصر أو يختزل المسافة بين الأدب العربي واهتماماتي في الأدب العربي وبين الأدب المقارن. هذا الاهتمام مهم بالنسبة كان إلي، وهذا الذي جرى. فاخترت موضوع ألف ليلة وليلة وشعرت بأنه لابد من البحث فيه، وبدأت البحث طبعاً، سواء كان المتحف البريطاني، المكتبة اللي تسمى لاحقاً المكتبة الوطنية، بدأت بزيارة جامعة يال ومكتبتها، بدأت هارتفورد ومجموعة كتب ومخطوطات ماكدونالد إلى آخره، وهارفارد وما إلى ذلك. كل هذه زرتها وجمعت مادة عظيمة في تلك الأثناء. هذا الاهتمام لم يكن ترفاً، شعرت بتحدي كبير، التحدي على صعيد الثقافة العربية من جانب، وعلى صعيد الإهمال المتعمد في الثقافات في المراكز الأكاديمية العالمية، الإهمال المتعمد لألف ليلة وليلة لم تكن مذكورة ولا تذكر لا في دروس ولا في اعتبارات أخرى، أي كانت على الرف. لم شوف في عام 1978 الذين كتبوا عن ألف ليلة ما يلي، فريال غزول كتبت التحليل البنيوي لألف ليلة وليلة في عندنا في كولومبيا. نعم. المشرف أدوارد سعيد، والمشرف ثانوي تقريبا تودوروف الذي كان أيضا زائرا لجامعة كولومبيا آنذاك.
إذن كانت معنية بهذا التركيب البنيوية، يعني اختارت مجموعة من الحكايات لترى هذا التركيب أو ما تسميه جرح، هي كيف يتشكل منه الحكي. على سبيل المثال هذا أنا كتبت شنو؟ كتبت كتابي الكبير، أطروحة كبيرة اختصرتها حسب رغبة الناشر إلى كتاب أصغر. طبعا هذا الذي جرى، محسن مهدي نشر قبلنا مقالة صغيرة في عام 1973، وثم بدأ مزاج محسن مهدي عندما التحق بجامعة هارفارد أن يتحول، لأنه حصل على جوة بروفيسور شيب بالعربي، بالأدب العربي، وهو ليس اختصاصه الفعلية هو ما هو الفلسفة الإسلامية. لكن هنا الإشارة المهمة أنه تأثر كثيرا بالمشرف الأولى نبي حبون في جامعة شيكاغو، والمشرف الآخر أيضا عليه اللي هو ليو شتراوس، وليو كان أيضا هو الآخر معنيا بقراءة ألف ليلة وليلة لمعرفة مجتمعات الكبت والرقابة. كذا يعني يقرأها لسبب آخر على سبيل المثال. فهذول الذين اهتموا بألف ليلة، عندما دخلت شهرزاد في إنجلترا كانت انفجارا في المعلومات، يعني عندما اجى الكتاب بدأت الاهتمامات الكثيرة سواء عند القراء وما إلى ذلك. لكن هذا لا يغفر لي ولا لفريال ولا لمحسن مهدي الله يرحمه إلى آخر الكلام أن نقول أننا إحنا اللي فتحنا فتح الفتوح، لا. ليش؟ لأن هناك ظاهرة كما أشرت في الكتاب الجديد، هناك ظاهرة أوسع وحركية ثقافية قوية. ما هي هذه الحركية الثقافية؟ هي ما نسميها أحداث 68، أفري أبي مايو 68، حركة الطلبة والعمال والتغيير الكلي للمناهج في الغرب، في الأكاديميات الغربية، والتغير في الفلسفة الإيديولوجية، أي لا توجد أحادية إيديولوجية حاكمة ومنضبطة إلى آخره. هذه الحركة مهمة جدا، لأن وصلت الأكاديميات جميعا، ولا بد من تغيير معين للمناهج. وهذا الاضطراب الذي جرى في داخل المناهج، وعندما جاء كتاب الاستشراق 78 جاء بنفس الوقت الذي كتبنا جميعا فيه. إذن هذه أصبحت حركة مهمة. هذه الحركة نبهت الأذهان المختلفة، لهذا لاحظت أنت أنه ظهرت مقالات على استحياء في الثمانينات، ثم في التسعينات بدأت تظهر الأطروحات والكتب جميل. وما إلى ذلك جميل. وتزايدت تزايدا عظيما. والآن طبعا كما نعلم هناك الكورسات المسافات. طيب لضيق الوقت دكتور محسن مضطر أقاطعك، لأنه في هذا السياق، في سياق الاهتمام بألف ليلة وليلة، ماذا تقرأ أنت في الإنتاجات السينمائية لقصص ألف ليلة وليلة مثل سندباد، علاء الدين، علي بابا؟ هنا أشوف مثلا المنتوج السينمائي، طبعا منتوج موجود صار ومتنامي، تنامى أكثر، ولكن هناك الإنتاج مال هولمارك على لألف ليلة لا بأس به. كان كما نعلم ابتدأ بحكاية علي بابا على سبيل المثال، وحاول أن يبني، لأنه سينما هذه بحاجة إلى شيء مغري كثيرا للرواد السينما وما إلى ذلك والمشاهدين. إنتاج علي بابا شوية مختلف، لأنه انتج على مرحلتين ككارتون وكهذا الذي نراه الآن لكافة الناس. انتقد من قبل جاك شاهين نقدا لاذعا، ومن قبل آخرين رأوا أنه إنتاج غزير. ريتشي أنتج إنتاجا غزيرا وصرف عليه كما نعلم قرابة 83 مليون يمكن دولار كإنتاج الفيلم، ولكن حقق أيضا أرباحا لا تصدق هذا الرواج، هذا الذي يقصده ريتشي وغيره إلى آخر هذا الكلام. ولكن ما الذي جرى؟ الأغنية في البداية، هاي الترنيمة التي جرت على لسان علاء الدين، تتهم المشرق بأنه، أو العرب خلينا نقول، بأنه
بأنه يحاسب الناس، يقطع إذنهم لأي خطأ إلى آخره من هذا الكلام. بكلمة أخرى، التمثلات التي تحدث عنها أدوارد سعيد يمكن أن تتسلل كثيراً في السينما هي الأخرى، خصوصاً السينما. هناك ما يسمى ضرورات سينمائية. ولكن ودي أسألك سؤال ختامي لأنه عندي دقيقة واحدة دكتور محسن. نحن في العالم العربي كيف ينبغي أن نقرأ ألف ليلة وليلة، وماذا نستفيد من قراءتها؟ يعني خلي أقول لك باختصار شديد جداً أنه ألف ليلة وليلة كما ناقشتها الآن في هذا الكتاب، ينبغي، أنا استخدمت كتاب decolonization، أي الانتاق من استعماريته، أي كيف تحولت إلى نص مستعمر مستخدم سوغ لمجتمعات أخرى. كيف يمكن أن ننتفع يعني في الوقت المحرر وتعتق المجموعة العربية؟ لم تكن، إحنا نعرف أنه الحكايات العربية لم تكن نصاً فريداً أو ما إلى ذلك، ولكنها منوعة. إذن استرجاع أدبيتها، خلنا نقول حتى حكوائيتها، استرجاع هذا المتن إلى ثقافتنا بدون أن 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 أن, أن نستفز بشيء أو بآخر، لأن هذا جزء من الثقافة التي تنامت فيها ألف ليلة وليلة. هذا السبب، هذه الاستفادة. الاستفادة لم تعد ما يعني ما الذي تقدمه على صعيد اللغة، أو قدمت لك الصور المختلفة، قدمت لك النماذج البشرية المختلفة، قدمت لك أشياء مغرية أخرى ومسلية، وقدمت لك الضحك والسخرية أيضا الكثيرة. جميل، شكرا جزيلا ضيفي من نيويورك الأكاديمي والناقد الأدبي الدكتور محسن جاسم الموسوي، أشكر قبولك دعوتنا في حديث العرب، كما أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على هذه المتابعة. سليمان الهتلان أحييكم مجددا، ونلتقي الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.